الرياء أن يعمل العمل حتى يراه الناس يصلي حتى يقال عنه أنه مصلي. 关于沽名钓誉，有一个人礼拜是为了让别人看到他礼拜。يتصدق حتى يقال عنه أنه متصدق. 一个人施舍是为了让别人称赞他施舍。هذا من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. 这就是一种小举办，或举会，导致发生大举办。من عمل أهل النفاق. 程度一高了就变成了大举办，这是一种违禁的行为。ماذا نصنع؟ ما هو علاج الرياء؟ 我们应当怎样消除这种 دراسة التوحيد؟ 我们应该学习认拜阿拉独一的信仰。لأن الموحد لا يبالي بالناس، هو فقط يريد رضا الله سبحانه وتعالى. 一个忠诚于阿拉的人，他遵守认拜阿拉独一的信仰，那么他不会发生沽名钓誉的行为。من علاج الرياء الدعاء، تدعو الله أن يرزقك الإخلاص في القول والعمل. 我们向阿拉祈祷，使我引导我们成为一个忠诚于阿拉的人。الثالث ألا تترك العمل خوفا من الرياء، يعني أنت الآن تريد تصلي الآن أو تقرأ القرآن تقول أخاف إنه هؤلاء يقول عني مرائي وكذا، أترك الصلاة أترك. لا لا تترك العمل، صلي وادعو الله الإخلاص. 一个人不要认为担心沽名钓誉而放弃公修，你应该认真的去礼拜做公修，然后向阿拉祈祷使自己忠诚于阿拉脱离去沽名钓誉。لأن الشيطان إما يوقعك في باب الرياء أو يجعلك تترك العمل خوفا من الناس. 因为这个恶魔想希望通过教唆人的方式使人放弃公修。أيضا من علاج الرياء زيارة القبور الزيارة الشرعية، لأن الرياء تعلق بالدنيا وزيارة القبور يجعلك تتعلق وتتذكر الموت تتذكر الآخرة. 还可以通过走坟祭想按照教法的方式去走坟祭想后世的方式来脱离沽名钓誉。الرياء باب عظيم خطير. 沽名钓誉是一个非常危险的。وإما قلنا أن يقع في الرياء أو يترك العمل خوفا من الرياء أيضا شرك. 一个人以沽名钓誉为借口而放弃公修，也是一种举办。No.